مرحبا يا مسافرين، اليوم راح نغوص في كنوز عمان المخفية اللي هي كنز حقيقي على الساحل الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة العربية. خلونا نكتشف بعض الأماكن اللي لازم تزوروها وبتخليكم منبهرين. أول مكان هو جامع السلطان قابوس الكبير في مسقط. هالمسجد تحفد معمارية تخطف الأنظار بواجهته الرخامية المذهلة والفسيفساء الرائعة، وثاني أكبر سجادة منسوجة يدوياً في العالم. صدقوني، الأجواء الهادئة هناك آسرة بكل بساطة. بعدين راح نتجه إلى رمال وهيبة. تخيلوا بحر شاسع من الكثبان الرملية، مثالي لركوب الكثبان المثير أو التحديق بالنجوم تحت سماء الصحراء. المخيمات البدوية هناك بتقدم لمحة رائعة عن الحياة الصحراوية التقليدية. هسا خلونا نستكشف سوق مطرح النابض بالحياة، أقدم سوق في مسقط. تجولوا في الأزقة الضيقة المليئة بالحرف اليدوية العمانية والتوابل والهداية التذكارية. وتذكروا، المساومة جزء من المتعة. لمحبي الطبيعة، جبل شمس مكان ما ممكن تفوتوه، معروف باسم جبل الشمس، وهو أعلى قمة في سلسلة جبال الحجر. مسارات المشي لمسافات طويلة، هناك بتقدم مناظر خلابة للقرى القديمة والجراند كانيون العربي. محبي التاريخ، راح تحبوا قلعة نزوة. هذه القلعة التاريخية بتعرض لكم العمارة العمانية والتراث الغني. اطلعوا على القمة عشان تستمتعوا بإطلالات بانورامية للمدينة، وما تفوتوا سوق نزوة القريب للحرف التقليدية والمجوهرات الفضية. لما يصير الجو حار، اهربوا إلى صلالة في الجنوب. خلال موسم الرياح الموسمية الخريف، هذه المدينة بتتحول إلى جنة خضراء مليئة بأشجار اللبان العطرة والشواطئ البكر. استكشفوا المواقع الأثرية زي ميناء البليد القديم. وأخيراً، عندنا هوية بيمة. هذه الأعجوبة الطبيعية هي بركة فيروزية مذهلة في فوهة من الحجر الجيري، مثالية للسباحة المنعشة أو النزهة أو مجرد الاستمتاع بالتكوينات الجيولوجية. عمان وجهة تلبي احتياجات محبي التاريخ ومحبي الطبيعة والباحثين عن المغامرة على حد سواء. من الآثار القديمة إلى العجائب الحديثة، هالبلد الساحر بيقدم لمحة فريدة عن الثقافة العربية والضيافة. هيا جهزوا شنطكم واستعدوا لاستكشاف سحر عمان.